حلقات ختم الكلب، الحلقات الأخيرة من حكاية روز. حكاية روز بقلم ورواية الأستاذة الدكتورة إيمان أحمد زكي. أهلا بمتابعي حلقات حكاية روز على الحسابات الخاصة للأستاذة دكتورة إيمان أحمد زكي على تويتر، سبريكر، أنكر واليوتيوب. هذه الحسابات الوحيدة المسموح لها أن تنشر تغريدات الأستاذة الدكتورة إيمان أحمد زكي سواء مكتوبة أو صوتية، والتي تحمل آراءها أو إنتاجها الأدبي أو العلمي. كما أن هذه القنوات هي القنوات الوحيدة المسموح لها أن تبث الحلقات الصوتية التي تسجلها وتذاعها الأستاذة الدكتورة إيمان أحمد زكي من إنتاجها وإبداعها سواء كان الأدبي أو العلمي، وكل من يخالف ذلك سواء كان السارق أم من يتعاملون معه يخالفون قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، ويوما ما سنحصل على حقوقنا بالكامل. حلقة اليوم من ختم الكلب هي الحلقة رقم 12، وحنستكمل فيها بعض النقاط على أبو جلمبو ثم أم جلمبو، وإذا اتسع الوقت سنبدأ في الكلام عن تحسين الفالح. إكمالاً للنقاط التي شرحناها في الحلقة السابقة عن سادية أبو جلمبو وانتقامه المبرمج والممنهج من دكتورة روز، والذي بدأ بعد حذفها لي من قائمة الأصدقاء على الفيسبوك. كان يبدو حدثا عابرا ولا يجب أن يشغل أحدا أو يلفت نظر أحد، لأن الملايين بتحذف ناس وبتضيف ناس كل يوم ومحدش فيهم بيجراله اللي جرى لروز. لكن لأنه مريض ولأنه يعاني من اختلال كبير في التفكير حدث ما حدث، ده بجانب أنه لا يعرف
حدود لا للدين ولا للقانون ولا للشرع ولا لحدود الله أو حتى الأخلاقيات بصفة عامة، وإن كانت ليست نابعة من دين. فأنا مثلا سافرت في بلاد أجنبية وتعاملت مع أجانب هناك يعشقون القيم ويقدسونها ليس بوازع ديني ولكن بوازع التزام تعود. يعني في إحدى زياراتي لإنجلترا، والتي كانت زيارة عمل، كان هناك نسبة كبيرة ممن يوصفوا بالنون بليفرز أو الذين ليس لهم دين. فكانت هناك واحدة منهم ملتزمة جدا في العمل ودقيقة جدا في شغلها وشخصية يعني تلفت النظر. ففي إحدى الحوارات بيني وبينها سألت، يعني شرحت إن هي نون بليفر أو غير مصدقة بالأديان، فحاولت أقنعها يعني، فقلت لها إزاي ده أنت حتى بتتحلي بالصفات كذا وكذا وكذا، مال إيه الوازع اللي أنت بتتصرفي من خلاله عشان يبقى عندك الصدق والالتزام وهكذا. فقالت لي أنا اتربيت كده، دي عاداتي، أنا أقدس العمل ولا أحترم الكذب، وبالتالي أنا كده. طب يعني مش بتعملي كده عشان انت هتتحاسبي في الآخرة أو في حياة أخرى أو كده؟ لأ، هي عندها إن احنا ولدنا بالصدفة وبنعيش حياتنا ولا يهلكنا إلا الدهر ومفيش مشاكل خالص، لكن هي عندها قيم. فللأسف الشديد الكثيرين ممن حولي الآن لم يصلوا لدرجة هذه الإنسانة التي صادفتها في أحد رحلاتي للعمل في الخارج، وليست متبعة لأي دين من الأديان، ولكنها كانت تحترم الأخلاقيات والقيم. فليس بالضرورة من يتحلى بالأخلاقيات والقيم يكون ذلك عاكسا لدينه، وإنما يكون عاكسا لشخصيته وتربيته. وللأسف لا أبو جلمبو ولا أتباعه يتمتعون بأي صفة من هذه الصفات. خلينا نرجع لموضوعنا، فقد تكلمنا كثيرا عن صفات هذه الشخصية وسنلخصها في النهاية. المهم من الحاجات اللي كان بيعملها هذا الأبو جالامبو ضد روز كان كمان علاجها. من ضمن الحاجات اللي كانوا بيتجسسوا عليها والتليفونات اللي كانت بتتسجل عليها من أدوات التجسس اللي زرعها في كل مكان حولها، كانت وهي بتشتري الحاجات اللي هي بتتعالج بيها، في حاجات هي مضطرية تلجأ إليها كأدوية، والحاجات اللي بتستخدمها في غيارها على عمليتها اللي هي مدى الحياة، وحكينا عنها في الحلقة اللي هي كانت الحلقة الخاصة اللي اتعملت في بدايات حكاية روز. المهم إنه روز لاحظت إنه اللي بتطلبه في التليفون أصبح غير موجود، تتكلم أجزخانات كبرى، صيدليات كبرى، وغير موجود بتاتا، فجأة اختفى. فجأة كل الأدوية اللي بتحتاج لها اختفت، اللي كانت بتجيلها لحد البيت في الدليفري، كل حاجة بتعملها اختفت. أكتر من كده، العلاج اللي كان مقرر لها في مكان عملها منع صرفه. روز لم تعترض أبدا على إن الحاجات دي كانت بتغلى باستمرار، لكنها فجأة اختفت. وزادت الحكاية دي حدة بعد تحرير سعر الصرف، اختفت تماما وداخت عليها. لكن لفت نظر روز إنها مرة وهي بتكلم إحدى الصيدليات الكبرى، فاللي رد عليها قال لها حاجة لفتت نظرها وخلتها عرفت إن أبو جلامبو ورا الموضوع ده. وهي بتكلمه فبتقول له أنا عايزة كذا، فقال لها مش موجود في أي صيدلية من فروعنا، استني كده ما أشوف لك. وراح وغاب ورجع، أم قال لي صيدلية كذا. صيدلية كذا دي كانت في الفرع في المحافظة النائية المقيم فيها هذا الأبو جلامبو، لدرجة إن أنا قلت له حضرتك بتهزر، حضرتك بتهزر، وقفلت السكة. أصبح بقى الحصول على ما يلزمني من علاج ومن أدوات التغيير على العملية اللي هي مدى الحياة بالنسبة لي عذاب من العذابات اليومية التي ألاقيها، ومن ضمن خطة انتقام هذا الأبو جلامبو، لدرجة أني بقيت دلوقتي أبعت أشتريها من خارج البلاد. وتخيلوا بقى لما كمان مع كورونا وحصل الحظر، المشكلة بقت أكبر بكتير.
دي حاجة من الحاجات اللي المدعو أبو جنبه بيعملها ولسه بيضحك على الناس وبيقول لهم كان وكان وكان. إيه كمان؟ أنا حكيت لكم على اللي حصل في السفرية اللي أنا سافرتها في مؤتمر من المؤتمرات، وتعرضت فيها لحادث أدى إلى نزيف شديد جداً وجروح في وجهي وفي شفتي وفي اللثة، وكانت مأساة. ودي كانت من الحاجات اللي خلتني أسارع بالتقدم للسلطات وتقديم البلاغ ضد هذا الأبو جلامبو. كان بعد حوالي شهرين وأكثر من بداية تبليغي أنه ابتدى يعمل بث مباشر من شقتنا، وأنه أتباعه في العمارة اللي هم شاكين فيهم فلان وفلان، وأنتي ابتدي ركزي وشوفي مين تاني ممكن يكون انفولفد يعني أو دخل في العصابة. بعد رجوعي من العملية زي ما حكيت لكم، بعت رسالة من الرسائل اللي بيبعتها على الموبايل، وكانت فيها اسم الشارع اللي فيه الأوتيل اللي حصل لي فيه الحادثة. ساعتها أنا قلت الموضوع كده كبر ولا يمكن السكوت عليه، وإنه حتى لو كان العصافير التلاتة بيبلغوا فأنا عندي دلوقتي حاجة تدل على الموضوع لا يمكن السكوت عليه بأي حال من الأحوال. وفعلا توجهت للجهة الأمنية ومعي كل هذه الأشياء بصور الرسائل وما إلى ذلك، كل حاجة. المهم بعد الحادث اللي حصل لي في الأوتيل ده، ابتدت سنة من مقدمة الأسنان اللي موجودين في الفكة عندي تتلخلخ وبعدين وقعت. فابتديت أروح لإحدى المستشفيات عشان أعمل جلسات عشان علاج جذور وتركيب بعد كده ريبليسمنت، يعني استبدال للسنة اللي سقطت وكده. وابتدت بقى ألاحظ إن أم جلامبو، هنتكلم دلوقتي بالتفاصيل عنها بس خلينا نقول النقطة دي بالمرة، ابتدت بقى تفتح باب شقتها في الأوقات اللي أنا بخرج فيها للجلسات للمستشفى، وتفضل تراقبني كويس قوي بصورة ملحوظة جدا. هي طبعا كانت بتفتح باب شقتها تقريبا طول الوقت، بس ابتدت تبقى حاجة ملفتة جدا أنها لازم تفتح باب الشقة وتكون واقفة في الوقت اللي أنا خارجة فيه وأنا داخلة فيه. فكانت النقطة دي لا تهمل، من الحاجات اللي لفتت نظري بشدة في توقيتها. وطبعا البواب كان بيسمع التاكسي اللي أنا بوقفه علشان أنا رايحة في الحتة الفلانية، وأنا راجعة كان ساعات بيدور المكالمات اللي بقول لكم عليها دي. طيب إيه اللي حصل لفت نظري في الموضوع ده؟ الأول تركيب السنة يعني عدى بهدوء، وانتوا عارفين إنها جلسات طويلة أو الموضوع بيطول جدا، صور أشعة وعلاج جذور وأخذ مقاسات، قصة كده متعبة جدا يعني. عدت الفترة الأولانية على خير، وبعدين فجأة الدكتور اعتذر بلا سبب واضح وإداها لدكتور ثاني مش تخصصه. ومش قادرة أوصف لكم العذاب اللي شفته على مدى 6 أشهر وكمية المبالغ اللي طلبوها، وفي كل مرة التركيب يقع وأروح وأركبه ويقع غير، يعني حاجة ملفتة جدا، وهو سنتر مهم جدا وغالي جدا. أنا بنت أختي دكتورة طبيبة أسنان، فبوريها اللي وقع مني والحاجة، قالت لي يا طنط ده مش اللي حضرتك طلباه ولا اللي دفعتي فلوسه، ده كذا، ووصفته لي وقالت لي ده مش اللي حضرتك خالص دفع فلوسه وده غش يعني. قلت لها حتى في السنتر الكبير ده غش؟ أنا ما عنديش معلومات عن طب الأسنان وكنت فاكرة إن هم بيجتهدوا. لدرجة إني في الزيارة الأخيرة قلت للطبيب، فبيقول لي معلش هي جت فيكي بقالك 20 سنة بتتعالج عندنا وفي الآخر يحصل لك كده؟ قلت له آه تصدق. فقال لي العيب فيكي بقى والعيان. قلت له صح، العيان هو اللي غلط، لا المركز اللي حضرتك بتتعامل معاه عشان ياخد القياسات هو الغلطان، ولا حضرتك اللي غلطان، أنا اللي غلطانة. عدى الموضوع، وبعد شوية ابتدت الطريقة اللي هو بيعملها، كل ما أمشي في سكة ألاقيه حاطط الإعلانات بتاعت مراكز الأسنان والبق المفتوح بابتسامة مزرية، يعني أنتوا عارفين أنه بيحب البق المفتوح والألسنة اللي طالعة وكده بشكل مبالغ فيه، وأنا خلاص حفظت طريقته. الأول ما كنتش عارفة إيه علاقته بالإعلانات لحد ما فهمت في الآخر بقى صلته بشركات الإعلانات وبالميديا، وقصة اكتملت في الآخر. لفت نظري جدا الحكاية دي، وعرفت إنه ورا اللي حصل بلا داعي
في مركز الأسنان والتكاليف اللي اتكلفتها وفي الآخر وقع واتكسر وكأني ما عملتش حاجة خالص. أنا كنت عاملة ده وواحد تاني. في واحد اللي كان في الأول ماشي كويس قبل ما هو يتدخل بقى ويقول لهم إنهم يبوظوا الموضوع، كان ماشي كويس جدا، عشان كده فجأة الدكتور ده اعتذر بدون أسباب وقال أنا مش هكمل. وابتدى دكتور تاني يشوفني وما كانش ده تخصصه، فمش قادرة أوصف لكم كمية الألم، كمية البهدلة، الفلوس و و و والغش كمان. يبقى دي حاجة من الحاجات برضو اللي عملها أبو جلامبو، زائد بقى اللي هي حرمانها حتى من النوم، إنه الكلاب اللي بتيجي تحت بيت روز ساعة من قبل ما تبلغ، على مدى سنوات من قبل ما تبلغ السلطات، وبعدين اللي حصل بعد السلطات الأول 3 شهور كانت مهزلة بكافة المقاييس، مهزلة بكافة المقاييس. كان كل أتباعه يقعدوا للفجر بأصوات وضحك وتسجيلات وصوت كلاب، حاجة كانت مزرية، وكنت بسجل الأصوات على فكرة كلها. ما كانوش لسه ركبوا أجهزة التشويش وكان الصوت عالي جدا وكنت بسجل كل شيء. دي بعض الأمثلة من سادية هذا الشخص في التعامل مع روز، وما زال هذا الأحمق يتصور أنها قد تشعر ناحيته بأي شعور غير الازدراء والاشمئزاز والاحتقار. طيب خلينا احنا اتكلمنا عن الفترة اللي روز حددت فيها بداية تركيب الأجهزة، أجهزة التجسس عند جارتها، وابتدت بعد كده تلاحظ بقى تروح كل شوية تطمن على الكاميرات اللي هي ركبتها وتشوف مين اللي بيدخل ومين بيخرج عندها، والقصة اللي احنا حكيناها عن الشخص اللي كل ما يدخل عندها لازم الجهاز يعطل ولازم تديله علامات، مش هقول تفاصيلها دلوقتي، تديني هنت ان في حد لعب في الجهاز عن بعد. وبعدين زي ما قلت لكم ابتديت الاحظ الفتره اللي بيمسحها من كل مره بيضرب فيها الجهاز قبلها وبعدها، لحد ما ابتديت اربط من شخص معين بيخش وبتتمسح بعديه الصور او موجود في العماره وبعدين تتمسح الصور قبل وبعد، سواء كانت على الكاميرا اللي موجوده في شرفه المنزل او الكاميرا اللي موجوده على باب الشقه او الكاميرا اللي معلقينها على خلف زجاج الحمام، اللي كان قال لي انه في حد من محل مجاور بينط على هذه الاسلاك الحديديه وبيصوركم وانتم في الحمام. لما قلت كده للجهه الامنيه قالت لي يمكن واحد مجنون يعني عادي وكده، عادي ازاي انا مش عارفه الحقيقه، بس من كميه الناس اللي دلوقتي بيعتبروا الحرام حاجه عاديه وانتهاك الحرمات حاجه عاديه وروشنه، انا مذهوله في الحقيقه، بس هو امر واقع لابد من التعامل معه بهذه الكيفية. أنا مذهولة من كمية الناس اللي بتتبع هذا المجرم، ناس ما عرفهمش خالص، ما حدش يدعي خالص منهم إن كان في بيني وبينه أي شيء عشان يقول مثلا روز عملت فيا وسوت، فأنا بنتقم منها. كلام عاري تماما من الصحة، وأنا يكفيني أن يكون شاهدي الله، وإن شاء الله سيقتص منهم سواء كان وأنا موجودة على قيد الحياة أو يوم القيامة، هذا يقيني لن يهتز ولو للحظة. اليومين اللي فاتوا أنا سمعت تخبيط كتير قوي على باب الشرفة وفي حيطان المنزل، وهما بيعملوا كده لما بيعوزوا يغيروا أماكن الكاميرات أو يركبوا حاجات جديدة. المهم البواب اختفى من الأصوات عشان أسأله إيه اللي بيحصل، وحاولت استفسر. كانوا قطعوا المية زي ما بيعملوا زي كاموفلاش كده على التخبيط، زي ما كان أيام ما بيعمل المحل كان التخبيط على أشده، لأنهم كانوا بيركبوا كاميرات في كل الحاجات اللي أرضية المحل اللي هي سقف المحل اللي هو أرضية بيتي، أرضية المكتب اللي هو سقف بيتي، والحوائط اللي موجودة في كل حاجة. شركات أمنية متخصصة بتزرع هذه الكاميرات بحيث أنا لا أستطيع التحكم فيها ولا نزعها، وهم بس اللي بيبقى عندهم خريطتها، أنا فقط بحاول كل ما أعمل ديتكشن بالسوفت وير عن مكان كاميرا أو مكان مايك تنصت، زي ما أنا عاملة قبل ما أخش لكم حالا وحنزله لكم بكرة على الحساب إن شاء الله بالتوقيت، أنا بحاول أعمل تسجيل يومي لهذه الإشعاعات المضرة جدا بالصحة، وأنا بتعرض أنا وأختي لأعراض مرضية شديدة. هيجي وقتها وحنتكلم على كل حاجة بالتفاصيل إن شاء الله، يمكن مش في خلال هذه الحلقات، لكن حلقات روز لن تنتهي طالما الحكاية مستمرة.
المهم ف النهارده وانا انا بحاول ما القيش نظرات كتير على الجهاز اللي بيلقط صور كاميرات المراقبه، علشان الحقيقه زي ما قلت لكم لما بشوفهم بيجي لي غثيان، بحس عايزه مين اللي يعني ساعات اسجل الصور لكن ما ببقاش عايزه ابص عليهم، انما باخد دوكيومنتيشن فقط. المهم لاحظت تغير ما في صوره كاميرا، فالكاميرا المركبة في الشرفة، فخرجت عشان أشوف الموضوع، لقيتهم ركبوا كاميرات في الألوميتال، فطبعا قمت بتغطية كل فتحات الأماكن اللي هم ركبوها، ولقطت ما يثبت علشان لو حاولوا يغيروا الأماكن أو عملوا حاجة فيها يبقى عندي الدليل على ما فعلوه. يبقى بقول لكم أن الإجرام مستمر بشكل يومي، لكن ما أزعجني أن الكاميرات دي تركبت من الخارج، ومعناه أن هناك تواطؤ كامل من كل محلات الشارع، لأن كلهم عندهم كاميرات وأكيد شافوا من يقوم بتركيب هذه الكاميرات، ولم يكلف أحدا خاطره لا أن يمنعه ولا أن ينبهني. فهذا معناه أن الشارع بالكامل متواطئ مع هذا الأوهام، وإني لما كتبت الشوارع حواديت وحنيجي سيرتها في بقية أتباع حاملي أختام ختم الكلب، حاملي ختم الكلب هنتكلم بالتفاصيل اللي أنا كنت كتبتها قبل كده، وابتدت من زمان على فكرة من سنين، ويمكن خليني أديكوا هنت عليها. من أيام ما كان مرتبط بالارتباط السابق، يعني لأنه اللي أنا كنت فاهمة أنها نيروز، الله أعلم ده صح ولا غلط، لأنه أنا خلاص انقطعت أخباري عن الناس اللي كانت بتنقلي أخبارهم، وبقيت بس بشوف المرئيات اللي قدامي والحاجات اللي بيحطها في سكتي، وبحاول أربط المواضيع. فالموضوع بتاع الشارع لفت نظري أنه ابتدى يجي الشارع قبل ما أعرف أنه جه العمارة نفسها، أنه أنتوا عارفين زي ما قلت لكم أن أنا كل ما بتصفح حاجة بالبراوزر ريدر يكتب بينزلوا لي حاجات معينة عشان أشوفها، فزي ما بينقل لي أخبار أم جلامبو كان بينقل لي أخباره مع نيروز برضو بنفس الطريقة، إذا كانت نيروز يعني أنا مش عارفة إذا كانت واحدة تانية ولا نيروز، المهم كان بينقل لي أخبار الفلانة اللي هو ارتبط بيها. فمثلا زي ما قلت لكم يحطوا حاجات بتاعه شهر العسل، وفي نفس التوقيت يبعت لي رسائل، يعني هو في شهر العسل مع فلان الله اعلم هي مين، يبعت لي رسائل اللي انا متعوده عليها بطريقته المعينه وهكذا. على فكره انا زي ما قلت لكم بلغت جميع شركات الاتصالات ولغوا لي خدمه الرسائل على كل الخطوط، وعملت كده اكتر من مره وعندي ما يثبت انها اتلغت. الاكتر من كده لما بتجيلي من شركه اتصالات نمره انا عملت لها بلوك وبلاك ليستنج، وستيل الرسائل بتوصلني يوميا تقريبا او يوم بعد يوم، وكل ما اعمل بلوك جديد او بلاك ليست يقول لي هذه النمره معمول لها بلاك ليست اوريدي، طب بتجات لي منها الرسائل ازاي لما هي بلاك ليستد وانا منع خدمه الرسائل؟ عشان كده بقول لكم هذا الشخص كان على مر السنين لفت نظري انه غير عادي، ده بيبعت لي باسم شركه الاتصالات. في الاول كنت فاكره موظف، واشتكيت شركه الاتصالات على هذا الاساس انها عندها موظف متواطئ بيخرج معلومات الكمبيوتر لهذا الشخص. الموضوع طلع اكبر من كده بكتير، طلع اكبر من كده بكتير. المهم زي ما كان بينقل لي برضو الاخبار بتاعه ام جلامبو، كان بينقل لي الاخبار بتاعه الشخص اللي هو ارتبط بيها دي، اللي هي على قد معرفتي على قبل ما انا امنع كل شيء عن الموضوع كانت نيروز. فمثلا ايه لو اتخلقوا يحط الاغاني اللي هي بتحطها اللي انا عملت لكم حلقه عليها، والاغاني اللي هو بيحطها اذا اتصلحوا يحطوا الاغاني بتاعه الصلح. فمثلا لما اتخلقوا مره حطوا اغاني امال ماهر سكه السلامه، لما يصلحوا يبقى انا عندي ثقه فيك بتاعه فيروز، او انا مسنود عليك بتاعه انغام. احنا عملنا حلقه عن الموضوع ده فهو مش جديد يعني، وهكذا. هو يكتب اللي هو بيقوله لها، وهي تكتب اللي هو بيقوله له، اغاني فلان واغاني علان، قصه طويله كده. ففي مره من المرات انا بتصفح بوابه بتاع بوابه اخباريه، فلقيت قصه قصيره مكتوب عليها اشاره كذا الحي اللي انا ساكنه فيه، بقرا القصة فلقيته كاتب انه شخص يعني قاعد في العربية مع مراته اللي صالحها بعد ما كان طلقها، وعرف غلطته وجايب الاشارة دي في هذه الاشارة في هذا الحي عشان يصالحها لانه عرف غلطته. طبعا انا ذهلت،
بس فهمت اللي هو بيعمله، ودي كانت على مر السنين عشان اقول لكم بس انه له طريقه وباترن وستايل لا يتغير بقاله 7 سنين ونص على نفس الستايل. الاشخاص اللي معايا يتغيروا، اللي ماشي معاهم يتغيروا، الطريقه واحده، الطريقه واحده. عشان كده انا بعرف الوقت اطلع اتباعه واعرف الحاجه اللي هو عايز يعمل لها ديليفري وان انا اقراها، سواء كانت عن اخباره مع الشخص الفلاني بيعمل ايه بالظبط. وحاجات ساعات بتبقى مقززه، حاجات مقززه، وبيخلي رجال يكتبوا هذه التفاصيل، شيء مقزز بمعنى الكلمه. لكن واحد زي ده لا بيعرف حرام ولا دين، والله اعلم بقى اللي معاه قبل كده ولا ما تعرفش، الله اعلم. ان المهم هذا ما يحدث يعني. يبقى دي الحاجات اللي احنا كنا عايزين نقولها عن هذا الشخص. خلينا نخرج فاصل قصير ونرجع نتكلم على ام جلامبو. التفاصيل اللي أنا بحكيها دي لأن احنا هنسأل كذا تساؤل في النهاية قبل ما نستعرض ملامح المرض النفسي اللي موجود عند أوهام أو أبو جلامبو. فالتفاصيل دي مهمة جدا لأنها كلها هتدي إضاءات على الأسئلة اللي هسألها في الآخر. نرجع بقى لأم جلامبو.
احنا قلنا المقدمة انها بقت في العمارة، وانه لقينا بعض التصرفات يعني غريبة بالنسبة لنا، الباب اللي مفتوح على طول، الشخص اللي كان موجود وبعدين مشوه، طريقة الفضول في معرفة اخبار كل من حولها، اختلاق المشاكل وقلب الدنيا في كل مكان، استدعاء النجدة بصورة مستفزة لأي حد من اللي حوالينا. وفي حاجة تانية هنقولها لما يجي ذكرها بعد كده، في لما كانوا بقى العلاقة حصل فيها تغير ما بينهم، وابتدوا عايزين يخلوا الدور يعني يفضى خالص ليهم عشان يبقوا براحتهم. ايه بقى اللي لفت نظرنا برضو بعد كده في ام جلامبو؟ الحرص الشديد. يعني هي كانت بتحكي لنا على الشقة اللي اشتروها وتمنها، وان عندها شقة تانية وقصة كده، لكن كل ما يجي سيرة الفلوس التصرفات بتبقى غريبة جدا، لدرجة ان انا بأخرج اقول لها يعني انه الكلام مش متناسب مع اللي هي حكيته لي عن نفسها. انا ما طلبتش منها حاجة، هي اللي حكت على الحاجات، فكونها ان المية جنيه والمتين جنيه بالنسبة لها مشكلة والخمسين وكده، خلتني نظري اتلفت ان في حاجة مش طبيعية. ما حاجة من الاتنين، يا الاولانية كذب يا التانية كذب، يعني الحاجة مش ماشية مع بعضها. كانت حاجة ملحوظة جدا اللي هي حكاية الفلوس، يعني حساسية في الصرف والحرص جدا، وهي اللي بنفسها بتقول انا مش هجيب كذا، انا مش قادرة اجيب كذا، انا هتصرف في المكان الفلاني، هو اللي هيشتري لي التابلت وهكذا يعني. فانا كنت بسكت واعمل نفسي مصدقة، ما هو حاجة من الاتنين غلط، حاجه من الاثنين غلط. فانا بعمل نفسي مش فاهمه يعني، وبحاول اعدي المواضيع وخلاص هي حره. اللي بقى المرحله الثانيه هي علاقتها بالبوابين. الحقيقه حاجه ملفته جدا، يعني لا يمكن اهمالها. احنا بالنسبه لنا عشنا في العماره طول عمرنا، كان في بواب في العماره واولاده معاه، والاب ده لما توفى ابنه الكبير بقى هو بواب العماره. لما هي كانت بداية سكناها في العمارة كان البواب ابن الكبير للبواب الأصلي ده، تقريبا كانت بتعمل معاه مشاكل كل يوم يعني، أو يوم بعد يوم أو حاجة زي كده. ولما كانت بتكلمنا عليه تقول إنها ضربته بالشبشب وعمل الشيء الفلاني ومسكته وبهدلته وضربته بالشبشب، وبعدها بيومين تقول لي أنا جبته صالحته أصلي خايفة يدعي عليا. الحقيقة طبعا كل الكلام ده طلع كلام فارغ، حكاية يدي عليها والكلام ده اني بدي عليها يوميا دلوقتي، واكيد هي سامعة بالتجسس، فما اعتقدش ان ده كان بيلفت نظرها، ولا اعتقد انها بتخاف من ربنا ان حد يدي عليها ولا حاجة، ما اعتقدش يعني. لكن دي انا بقول لكم وقائع يعني، برضو هنتكلم عن شخصيتها في النهاية، بس خلينا ندي اضاءات على الوقائع وبعدين نبقى نحلل في الاخر. كل يوم خناقة شكل، مرة تقول لي أصل مراته بتحسدني، أصل مراته عملت لي سحر، أصل مراته ركبت لي إبر في الباب. يعني هي اللي لفتت نظري إن السحر عندها حاجة مهمة جدا، وخلتني أخلي بالي من تصرفاتها. أنا يعني ما فيش أي حاجة من دي كانت بتلفت نظرنا خالص، لكن هي اللي خلتني يتلفت نظري إن المكان اللي هي جاية منه الموضوع ده فكست في مخها. وكانت بتقول ان مرات الراجل ده هي اللي عامله لها سحر، وانها بتحط لها حاجات في الباب وبتمسكهم تتخانق معاه، وقصه كبيره كده. انا عن نفسي بغض النظر عن عدم راحتي لمراته بقى رحمه الله عليها، لكن عمري ما لاحظت عليها انها بتعمل سحر ولا حاجه زي كده، الا مره بعد ما هي قالت لقيت حاجه اترمت في البلكونه عندنا. مين اللي رماها او ازاي؟ حاجه زي عمل او حاجه اترمت في البلكونه من فوق لتحت، من تحت لفوق، الله اعلم. المهم انها اترمت في البلكونه، مين اتسبب فيها؟ هي اللي سبب وهي اللي زقتهم، ولا هم اللي عملوها؟ الله اعلم. لكن هي عاشت معانا عمر قبل كده وما شفتش عليها حاجه من حاجات اللي تدل على السحر قبل كده. يبقى اول بدايه معرفتي او فهمي لنظرتها للناس، وانها حاطه الناس في دماغها بالشكل ده، وان السحر حاجه مهمه عندها، كان في البواب الاولاني اللي كان وقت ما هي ابتدت تيجي فيه. زائد ان هي لما ما كانش يعجبها تضربه، وبعد يومين تعتذر له وتقولي دع عليا هيدعي عليا، قصه كده. طبعا الكلام دلوقتي غير مستقيم خالص مع افعالها الاجراميه اللي بتعملها، فانا خلاص الاولاني ده يعني مجرد ذكر ولكنه ليس له اي مصداقيه بالنسبه لي. طيب فضلنا في المشاكل دي لحد ما زوجة هذا البواب توفاها الله،
وهو اتجوز واحدة بعدها، والمشاكل استمرت بنفس الطريقة، وهو عي وتوفاه الله. ثم أخوه مسك العمارة بعدي، وبدأت بقى المشاكل اللي من ضمنها ان احنا لقينا البواب ده جوه البيت بعد السرقة. هذا البواب كان طيب جدا وكنا بنثق فيه جدا حتى عن أخوه اللي توفى. فجأة لقيته اتغير، طريقته اتغيرت خالص، وطبعا دخوله يوم الشقة دي، وان البوليس لما جه حجزوه يومين، حجزوه في القسم يومين، وبعدين طلعوه، وبعدين حصل اللي حصل اللي احنا حكيناه، والبلد كلها اتشغلت في حاجة تانية خالص. ولحد دلوقتي الشرطة ما بلغتنيش اي حاجة، ولكني دلوقتي بقى بسأل على وراء الحدث. علاقتها بالبوابين انا متأكدة، زائد علاقتها بالإسام، يعني مش ضروري التفاصيل، بس هي عندها علاقة بالاتنين. لا يمكن تكون فوتت هذا الحدث كده من غير ما تعرف مين اللي وراه، من المستحيلات. أكيد مسكت البوابة، خلينا إحنا يعني بغض النظر عن أساميهم، هنقول عبده رقم واحد، عبده رقم اتنين، من ساعة هي ما جات يعني، فده كان عبده رقم اتنين. عبده رقم اتنين ده أكيد مسكته وقررته وعرفت الموضوع. أنا حسيب العلامات الاستفهام مفتوحة، لكن هذا ما حدث. البلد كلها اتشغلت زي ما قلنا، وما عرفتش مين اللي سرق الشقة. وطبعاً إحنا جبنا عملنا الباب من أول وجديد، وجبنا باب خارجي، وجبنا باب حديد، وبعدين هي قعدت تقول طب ما نعمل زيكم وأجيب باب حديد، وهكذا. بعدها بقى ابتدت تقول لي وتشتكي لي من البواب ده، مرة إنه خربش عربتها، مرة إنه خبط عربتها، مرة إنه عمل كذا في البيت، ومرة قالت لي حاجة غريبة جداً، قالت لي ده سرق مفاتيح الشقة، وأنا لقيت صورته في الكاميرات اللي جوه الشقة وهو بيلعب في الدش. طبعاً أنا بصيت لها بذهول، بس أنا سكت. قلت لها لو أنت شايفة كده بلغي البوليس. قالت لي تعالي اشهدي معايا في القسم. قلت لها حضرتك أشهد على إيه؟ أنا ما شفتوش عمل أي حاجة، حضرتك بتقولي إن عندك كاميرات مسجلة صورته جوه البيت وهو بيلعب في الدش، أنت اديها للبوليس، أنا هشتكي ليه؟ صحيح أنا زعلانة منه دلوقتي وبيتصرف كذا وبيعمل كذا وبيتصرف كذا، لكن أنا ما شفتوش جوه بيتك، هشهد معاكي ليه؟ والحكاية دي بقى عملت لها قلبان في دماغها، إن أنا ما رضيتش أروح معاها. هي من النوع اللي يحب يسوق الناس، يعني إيه؟ لازم اللي تقوله هو يتصدق، ولازم كل حاجة تقوليها تأمني عليها، وما تناقشيش أي حاجة، لو ناقشت هتبقى عدوتها، لأنه في كلامها حاجات غير منطقية كثيرة جدا. فوانس أنت بقالك شخصية وهتقولي لها يمين وشمال واحد واثنين، العملية كبرت بقى. طيب بعد شوية قالت لي أنا هركب كاميرات مراقبة، بتهيالي في حتة تانية، يعني قالت في حتة تانية. هي الوحيدة الأولانية في العمارة كلها اللي ركبت كاميرات. أنا في الوقت ده مش عارفة لسه، إلا إنها قلقانة من هذا البواب لا يعمل حاجة، فهتركب كاميرات مراقبة للأمان. طيب ابتديت ألاحظ إيه بقى؟ إن أنا وأنا نازلة الشغل أنا وأختي الصبح، ألاقي واحدة غريبة دخلت البيت وجابت إزازة مية كانت شايلها، وتروح دلقى المية في سكتي. أبص لها افتكرها مثلا طالعة جوه واتزنقت في حاجة عايزة ترميها أو حاجة، وإنها طالعة حاجة في العمارة، فجأة لقاها مشيت خالص، يعني جاية مخصوص ترمي المية في سكتي. أسأل عليها البواب اللي بقول لكم عليه ده، مين دي يا فلان؟ معرفش. مين اللي جابها؟ معرفش. إزاي يا ابني دي داخلة العمارة قدامك وبترمي مية في سكتنا؟ مين دي؟ معرفش. طبعا أنا بسجل حوادث وعملت نفسي بفوت، لكن الكلام ده ما يتفوتش. في مرة من المرات رجعت لقيت حاجات على الشقة من برة، فبس سألتها في التليفون
أنا عندي شك كبير إن هي السبب يعني، بس عملت نفسي مش عارفة واتصلت بيها في التليفون وقلت لها ممكن بعد إذنك تشوفي لي في الكاميرات عندك مين عمل كذا كذا على باب الشقة عندنا. فقالت لي لا ما تخافيش ده كان كذا، وعملت لي حكيت لي قصة كده تفطس من الضحك صراحة. أنا مش هحكيها للناس ساذجة جدا يعني، أنا ممكن حد ساذج أو ما عندوش أي مخ يصدق اللي قالته. بس بقى ابتديت أخلي بالي إن هي ورا الموضوع وإن في حاجة مش مظبوطة بتحصل. هل هي كانت بتعمل كده لحساب نفسها؟ ولا من البدايات نيروز كانت عملت علاقة معاها وهي اللي كانت بتكلفها تعمل الحاجات دي؟ ولا أبو جلامبو اللي كان بيكلفها تعمل الحاجات دي؟ الله أعلم. هذه حوادث قد حدثت ولا أدري من كان خلفها، هل هي كانت بتتصرف كده من نفسها ولا كان حد وراها؟ طيب أنا بعد ما بلغت السلطات وقلت لهم إن أنا هركب كاميرات، كان من ضمن الحاجات اللي هي بتقولها لي قالت لي لما تعوزي أي حاجة بلغيني أنا وأنا هدور لك عليها وهقول لك اللي حصل. أنا بقى قلت لنفسي إذا كنت أنا شاكة فيكي أنتي هتقولي لي اللي حصل إزاي؟ أنا لازم أركب كاميرات. جت في يوم قالت لي إيه؟ بقول لك إيه؟ أنا مركبة كاميرات على باب الشقة وجوه، ودلوقتي لو دخل هشوفه، بس أنا كمان عايزة أشوفه لو مشي في الشارع. هي فضلت وراه لما طفشته وجابت بواب وراه. جابوا بواب وراه. الله أعلم هي اللي جابته ولا هم اللي جابوه، اللي هو عبده نمرة 3. فقعدت تقول لي بقى أنا عايزة أشوفه لو مشي في الشارع. طبعا هي لما مشته كان هم كمان واخدين سكن في سطوح العمارة، فقفلوا سطوح العمارة وعملوا قصة كبيرة كده، طردوا البواب اللي مولود في العمارة ومشوا عيلته كلها باللي باقي منهم. المهم فقالت لي أنا عايزة أشوفه لو مشي في الشارع، عايزين بقى نركب في الفرندا بتاعتك أو البلكونة أو تحت شباك الصالون كاميرا على برة نشوفه بيها لو مشي في الشارع. فأنا فهمت إن هي عايزة تخلص من التكاليف. طب تكاليف بتكاليف، انا اركبها لك في الحته اللي انت عايزاها ليه؟ ده انا هركبها في الحته اللي انا عايزاها. وفعلا بعد ما حصل اللي حصل وابتديت انا اركب الكاميرات، وابتدت بقى تحصل المقاسي اللي حكيت لكم عليها من تكسير في الكاميرات وتغيير مكانها وهكذا. كان شخص تاني في العماره ابتدى يركب كاميرات، وابتديت الاحظ انه موجهها بطريقه معينه بحيث ان انا وانا خارجه من الاسانسير لازم اتصور، لان طالعه السلم او نازله من السلم لازم اكون اتصور. فابتديت أشك إن الموضوع كبر بقى، وإن هذا الأبو جلامبو بقى له فعلا يد في العمارة والموضوع ما يتسكتش عليه. خلينا ما نتكلمش على التفاصيل الأمنية بقى ونكمل كلامنا على أم جلامبو. يبقى تاني بواب مشي، وكل بواب تحصل خناقة كبيرة قوي. رجب مات اللي هو عبده رقم واحد، ده كان اسمه الحقيقي. المهم وأخوه طرد من العمارة بالنسق اللي احنا حكيناه. جه واحد كده الصراحة ده بقى عبده نمرة 3، ده ما نزليش من زور من أول يوم. طريقته مش مريحة خالص، تصرفاته غير مريحة خالص، طريقته في الكلام غير مريحة خالص. بس أنا ما بكلمش حد في العمارة ومش أنا المسؤولة أن أنا أجيب بوابين ولا حاجة، وإحنا يا دوبك يعني. ده بقى حصلت معاه حاجات كبيرة جدا تدل على أنه تم تجنيده من أبو جلامبو، وده بما لا يدع مجالا للشك. وابتدت علاقته بالمحل اللي تحت بيتي تبقى غير عادية. في يوم مثلا جي قال لي إيه؟ ما انت ما بتتكلمش العربية، في واحد عايز يشتريها. انت مالك انا بركب العربية ولا ما بركبهاش؟ وبتاع ايه تجيب لي حد يشتري العربية؟ يعني بتاع ايه تطرح الموضوع ده من اصله؟ فرفضت، خدت نمرة التليفون وبعد شوية قلت له لا انا مش عايزة حاجة ومش هبيع العربية. سكت؟ لا. كان بيقول انه مسافر البلد، وفي يوم من الأيام كان رمضان بالليل ساعة السحور يعني 2 فجرا أو 3 فجرا، والعربية ركنة تحت البيت. سمعت صوت تكسير لإزاز عربية بطوبة، لا يخطأ يعني. حتى أنا قلت لأختي من قبل ما أنا طبعا في الوقت ده ما بخرجش الشرفة خالص، ويدوبك بنتناول السحور وتاني يوم بننزل البيت، قلت لها يا نهاد حد كسر العربية. وفعلا
نزلت لقيت العربية متدشرشة، الزجاج الخلفي بتاعها، وعمل فيلم هندي وقال لي إنه سرطان إزاز. لكن سرطان الإزاز ده البطارية اتسرقت والاستبن اتسرق. وطبعا سرطان الإزاز غير الشكل اللي أنا شفته خالص، كان واضح جدا إن فيه طوبة، وأثر الطوبة والتكسير اللي حوالين الطوبة كان باينة جدا يعني. بعدها بوقت يعني أنا كنت عاملة في مداخل البيت حاجات عشان أقدر أسند عليها على السلالم، كان أول تكسير يحصل فيها. مين اللي كسرها؟ معرفش. مين اللي عملها؟ معرفش. جبنا حد صلح الموضوع وكملنا عمايل سور كبير عشان أسند عليه، لحد جوه كمان عشان لما بيرموا المية في سكتي أو حاجة ممكن أتزحلق ألاقي حاجة أسند عليها. ابتدى يتلخلخ وحاجات غريبة بتحصل. هذا بقى البواب بصراحة أنا ما ارتحتلوش نهائي. لما عمل كده في العربية أنا اتصلت بحد من قرايبي وبلغته باللي حصل، قال لي بلغي الاسم حتى لو شكة هم هيجيبوه ويشوفوه، على الأقل يخاف يكررها تاني. طيب قبل أنا ما بلغ يعني، يدوبك مكالمة التليفون ده مع قريبي، والبواب ده كان واخد منا الفلوس عشان يسددها للناس اللي ماسكين إدارة العمارة، اختفى البواب بالفلوس اللي واخدها. طبعا أنا تقريبا اتأكدت إنه هو اللي عملها، يعني لو كان عندي شك 70% بقى 95%، لأنه لو كان موجود أو على الأقل كان استنى لما الفلوس وصلت ولا اطمنت. طيب أنا قلبت الدنيا يا جماعة، دخل الفلوس ما وصلهاش، راحت هي اللي جاية وقالت لي لا ده اداني أنا الفلوس. بتاع إيه يديك الفلوس؟ بتاع إيه يقول لك أنت وما يقوليش أنا؟ أنا بقى توقعت إن هي حست إن أنا هشتكي، بس ما كنتش عارفة ساعتها إنهم بيتجسسوا كلهم وعندهم الأخبار. أنا توقعت إنهم عرفوا المكالمة وعرفوا إن أنا هبلغ، يا إما عن طريق علاقتها اللي في الاسم. المهم اختفى هذا البواب، اختفى في غمضة عين قبل ما أنا أبلغ البوليس. وهي اللي قالت لي إنه هي إنه ساب لها الفلوس اللي أنا سبتها له عشان يوصلها للمسكين إدارة العمارة، حاجة كده ما تنزلش من زور أي حد يعني. طيب مشي ده وجيه عم عبده رقم 4. عم عبده رقم 4 بقى حصلت معاه حاجات تشابه اللي حصلت مع اللي فاته، اللي هي خناقات وتهديد بالطرد من العمارة، ولما يلم عزاله ترجع تصالحه ويرجع تاني وهكذا. في يوم من الأيام وانا نازلة في العربية وبستنى عني هرايح الشغل، قال لي ايه ده البواب عبده رقم 3 مات. قلت له ايه؟ قال لي عبده رقم 3 مات. قلت له طب انت عرفت منين ده الراجل مشي؟ وهو انا على قد ما هو كانوا قالوا لنا انه من بلد يعني بلد غريبة. قال لي ده كان جاي ياخد المعلوم وبعدها بشوية مشي ووقع في محطة البنزين طب ميت. لا كده صدف كتير قوي وزيادة عن اللزوم. ايه اللي وراها؟ هنسيبها اسئلة مفتوحة، اللي انا بقوله حقائق. اما من وراها ماذا تعكس هنسيبها مفتوحة. نيجي على البواب رقم 4 بقى اللي هو طول شوية ده، كانت بقى كاميرات التجسس بقت واضحة جدا، والزيارات الأسبوعية لنقل الشرائط ونسخها بقت حاجة واضحة للعيان. وطبعا كانوا بيحفظوه كلامي أقول يعني يقولوا ليا. وبعد ما كان ابنه بيحب يتكلم معايا لقيته بيخاف مني وبيجري مش عايز يعني يكلمني. وابتدت بقى هي ألاحظ في كاميرات المراقبة اللي بتعمله، ألاقيها بتطلع عن العمارة بره باب الشقة وتوقف الناس اللي طالعة ونازلة وتقعد تتصور قدام الكاميرا وتفضل تشاور بصباحها رايح جاي فوق وتحت على الشقة بتاعتي، وتفضل تتكلم معهم بالعشرة وربع ساعة وهي غير مبالية بالكاميرات، قصدة تتصور مش قصدة اللي بيحصل، رايحة وفي الجاية اللي نازلين وطالعين على العمارة تقف قصادهم وتقعد تكلمهم على شقتنا
وواضح جدا انها بتتكلم علينا لانها بتشاور بايديها وبتسيب مكان شقتها وبتيجي تقف قدام شقتي انا. كل دي تصرفات حقائق ولن احاول تفسيرها. في الفترة دي انا ابتديت اسجل كل حاجة بميموز على الموبايل، الأصوات اللي بتخترق الشقة، الحاجات اللي بتحصل فجرا، الكلاب، كل حاجة كنت بسجلها صوت وعمل عليها تعليق باليوم بالساعة. طبعا التسجيلات دي خدوها وقالوا للناس ان انا مجنونة وان انا بكلم نفسي. القصة دي هنتكلم عليها اذا لقينا، لا يستحسن نخليها الحلقة الجاية. انا كنت بسجل، انا طبعا كان ليا الصفحة وكنت متعودة جدا ان انا اسجل الاشعار بصوتي والحاجات اللي انا بقولها بصوتي، وانا في التدريس بسجل حاجات بصوتي، فانا متعودة دايما ان انا كنت بسجل صوتيا حاجات كتير قوي. هم مش متعودين انهم ابتدوا يتجسسوا عليا ويسجلوا كل كلمة بنطقها وانا في حجرتي المغلقة لو بشتغل على حاجة او لابتوب او موبايل. فابتدوا يقولوا للناس ان انا مجنونة، لدرجة اني مرة كنت نازلة من البيت لقيت واحد شكله مش طبيعي لكنه حد دلو عليا، بحيث وقف قصادي وقعد يكلم كلام فارغ كتير قوي وراح مغني الأغنية اللي أنا قلت لكم أنا عملتها لنيبال وما مشيش إلا ما خلصها غنى، وقل أدبه بطريقة غير عادية وملفتة جدا للنظر. وقلت لأختي عليه، بس أختي زي ما قلت لكم هي مش متوقعة خالص إن في ناس بالطريقة دي، وقلت لها وسمعتها بيقول إيه وكل حاجة. هي فاكرة الناس كويسين وإن محدش ممكن بينتهك الحرمات ولا بيتعدى على حقوق غيره ولا بيسرقوا ولا أي حاجة، ومدام هي مفيش حاجة سرقت منها فما يعني ما بتشغلش بالها بالموضوع. المهم طبعا أنا فهمت هذا المجرم ابتدى يحاول يوصل الناس ايه عشان لما انا اكلمهم على اللي بيعمله يعملوا صورة ان انا عندي بيسموها في الطب النفسي اسمها برود كاستنج ديلوشنز، يعني ضلالات ان حد بيسجل لك صوتك وافكارك وهكذا. طبعا انا هو اكيد ما كانش يعرف الا اذا كانوا بقى بلغوه، ان لما بلغت الجهة الامنية واستغربت قوي من كمية الحاجات اللي أنا شايفاها على مدى 4 سنين، فبتقولي إيه ده؟ إيه ده كله؟ قلت لها حضرتك أنا تخصصي الطب النفسي وعارفة أني لو قلت لأي حد أي حاجة من اللي أنا بقولها دلوقتي هيقولي بيتهيألك، فأنا كل ما كنت أشك في حاجة كنت بشيلها عشان عارفة هيجي اليوم وحتأكد وحبلغ ومش هسمح لحد يقول علي أن أنا بيتهيألي. طبعا اخذت مده طويله محاوله اقناعهم للناس ان انا مش طبيعيه، ودي لاحظتها بالذات على مرات البواب اللي بقت تخاف مني وتتدارى، وابنه الصغير اللي كان دايما بيحب يقف يتكلم معايا وابتدى يختفي. في التوقيت ده ابتديت اعرف انهم بيخشوا الشقه وابتدوا يشوفوا عندها الشرايط وبقوا عارفين انها بتتجسس، وبقى مهم قوي البواب ده يتم التعامل معاه بطريقه معينه لانه هيفتن عليهم وهيفضح الدنيا. في حاجات تانية كتير قوي مع البواب ده لازم تتحكي، بس أنا أفضل ما أحكيهاش دلوقتي، يمكن يجي وقتها وأحكيها. المهم إنها فضلت وراه لحد ما عملت خناقة كبيرة ومشيته راخر من العمارة. بعديه جم 2، في واحد فجأة اختفى من العمارة وقالوا إنه راح التجنيد زي راح في الوبا زي هنادي كده. وبعدين جه البواب اللي موجود حالياً. ده باختصار الحاجات الملفتة جدا اللي لا يمكن تعدي على أي حد، بالذات من اللي بيحلل السلوكيات، وخصوصا إنهم بيستعملوا لتنفيذ ما تطلبه. فمثلا المية اللي بتترمي على السلالم هم اللي لازم طبعا هيعملوها، الزبالة اللي بتتاخد عشان يتلم منها القطر لازم هم اللي هيساعدوها في الموضوع ده، وهكذا. يعني البوابين لهم أكتر من استخدام، اولا عينها عشان ينقلوا لها الاخبار لانها لازم تعرف كل نمله في العماره،
نمرة 2 الأعمال القذرة اللي مش هتعملها بنفسها عشان تاخد القطر من الحاجات، لأنها في الأول كانت بتاخد دراي كلين لحد ما اكتشفت إنها بتاخد دراي كلين وبتقطع فتل أو حتت من الحاجات بتاعتي اللي بتروح دراي كلين، فمنعت دراي كلين بقيت أعمل كل حاجة بنفسي في البيت، راحت ابتدت تلجأ للزبالة عشان تاخد القطر. وطبعا عندي تسجيلات كبيره قوي بالميه اللي بتطلع من بيتها وبالناس اللي كانوا بيجولها عشان يعملوا الاسحار قبل ما كانت هي تروح لهم بره البيت، اللي كانوا بيدخلوا الشقه وبيعملوا ايه وبيطلعوا الميه شكلها ايه والميه بتتحط في المسح ازاي وهكذا. يبقى الملمح اللي استعرضناه النهارده الموروث اللي هي واضح ان هي متعوده عليه اللي هي في عمليه السحر وهكذا، سواء كانت بتعمله من نفسها أو لنفسها أو كان حد بيقول لها وبيدفع لها الثمن عشان تعمل هذه الأشياء. وبعدين العلاقة مع البوابين اللي فيها الملامح اللي احنا ذكرناها واللي كان عليها بالنسبة لي أنا 1000 سؤال وسؤال، وسأتركهم بلا إجابة. دي كانت حلقة النهاردة من ختم الكلب، وسنلتقي قريبا في الحلقة التي أتمنى أن تكون الأخيرة من حكاية روز حتى يجد جديد يستحق تسجيل أحداث جديدة أو أشياء تستحق التسجيل. إني زي ما قلت لكم الحاجات اللي بيعملوها معناها إن هم بينوا شيء، وكانت من ضمن الحوادث اللي أنا بلغت عليها ويمكن نتكلم عليها المرة اللي جاية اللي اتكسر فيها الجهاز، وإحنا كانت تاني مرة الشقة تتفتح فيها وتدخل بس كان ليها ظروف خاصة حيتم سردها. ابتديت أعرف إنهم عايزين ياخدوا أو يعملوا استيلاء على الحاجات اللي أنا محتفظة بيها أدلة ضدهم، اللي كان الأول ما عنديش أي حاجة خالص إلا اللي اديته للجهات الأمنية في البداية. لكن النصيحة بتركيب الكاميرات فرق كتير جدا، لأن العلاقة ما بين هذه الأطراف كان لا يمكن أن أدركها بدون مشاهدة ما يحدث على باب الشقة وعلى السلالم. كانت معكم الأستاذة الدكتورة إيمان أحمد زكي، كاتبة وراوية حكاية روز، وعلى لقاء قريب إن شاء الله.